خليني كده يعني قبل ما نبدأ فقراتنا النهاردة مع حضراتكم موضوعاتنا المتنوعة، زي ما عودناكم كل يوم بندور ليكم كده على معلومة جديدة مهمة، معلومة علمية، دراسة جديدة، مجموعة أبحاث يعني بتخلص كده لنتيجة محتاجين كلنا نركز فيها عشان خاطر صحتنا. النهاردة دراسة حديثة وهي يعني خلينا نقول إنها مختلفة وغريبة شوية نوعا ما، وأعتقد مش ناس كتير ممكن تكون قريتها أو سمعت عنها، والمعلومة دي ليها علاقة بخطورة الشخير أثناء النوم. انتوا سمعتوا صح، أنا قصدي فعلا ده اللي حذرت منه الدراسة، وقالت إنه من الممكن إنه يؤدي للإصابة بالجلطة الدماغية. فربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا، لأن في علماء في تلك الدراسة بكينجز كوليدج لندن أكدوا إن لو ده حصل أثناء النوم فده بيعرض الإنسان أكتر إن هو يجيله سكتة دماغية عن اللي بيناموا نوم منتظم ما بيكونش عندهم هذا الأمر. فربنا يحفظكم جميعا إن شاء الله.